السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شحال هادي ما خرجتكم ولا دورتكم. اليوم خرجت جيت مع صاحبتي لواحد المول وصور لكم فيديو، شارك معكم هاد الخريجه. خصني نتقطع اعتراضكم، ما عندي لا حوايج لا والو، راكم عارفين واخا تقديت في المغرب داكشي ما عجبنيش واغلبيته خليته في المغرب. ايوا كل مره تنخرج تنشري شويه، قلت نصور لان شحال هادي ما صورت. تقريبا ملي جيت للسعوديه ما صورت حتى شي خرجه، هادي علاه شهر باش رجعت ومازال ما صورت. ايوا نصوروا هاد النهار ان شاء الله ونشاركوه معكم. نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. فيديو شهر شنو لهنا البنات، نشوفوا هاد البرغاندي هو التوندونس ديال الخريف. خرج اختي شوف كلشي برغاندي، خرج واحد البرغاندي تيحمك في كاع البراندات. حنات نتساراو شوفوا الصباط البرغاندي، برغاندي برغاندي شحال هذا 229. شحال هي اكثر شي كدا 60 دولار ولا 70 دولار، عندهم الغلا بزاف يا البنات في السعودية. خصها شي رجيلات نيت مطيب زين. انا بحال هادو تلبسهم تيوصلو صبعاني لهنا، تيبقاو يبوسو الارض. رجلي رقاق تيزلقو لي انا في الصناد اللي عندي. انا العلو اللي ما نقدرش عليه وماشي عالي بزاف هذا بالنسبه لي، راه عالي وبالنسبه لعمرك راه هو هذا. هاد المول البنات سميتو الحمرا مول، عمري صورت فيه. هاد ديكاتلون اول مره نشوف ديكاتلون كاينه في شي مول في السعوديه، ما عمري صادفتها. واش رخيصه بحال عندنا في المغرب ولا حتى هما عندهم غالي؟ اي حاجه رخيصه تدخل لهنا تتغلى. هذا ار ان بي، هو اللي قلت لك دخلت ديك النهار عجبوني فيه لي شوميز، عندهم داك الشيء طويول زوين. خرجنا البنات اختي من تما وجينا هنا لواحد المحل اخر سميتو رينا، فيه اثمنه زوينين ودايرين فيه التخفيضات. المهم نسيت ما صورت لداخل في هذاك المحل الاخر. المهم شريت واحد لونسومبل بالسروال ديالها وشريت واحد السنادايله هي تبان ليكم، وعاود جيت لهنايا تنشوف مازال ما بان. عندي كاين شي حوايج زوينين، المهم مثلا ما كانت شي حاجه اللي عجبتني انا. نشوف الصنادلات دابا البنات جينا للسنتر بوينت، كنا لتحت شفنا داك الشيء اللي كاين حوايج رجال والعيالات. خديت واحد كسيوه وسبرديله، دابا انا راه عاد تنتكسها البنات كاع حوايجي مشاولي. دابا طلعنا نجي جيت الدراري بغينا لا هادو لي بيبي. شوف الحوايج للدراري شي حاجه، جينا البنات البراند فور ليست. هاد براند فور ليست يبيعو الماركات، هانتوما البرغاندي اللي قلت لكم. دابا كاع الماركات دايرين البرغاندي في شاشات العرض. دابا تنقلب الحامدي على صباط كلاس اختي، غلبنا الجوع احنا وقفنا ناكلو. خديت انا شاورما وخذينا ليمونادة بالنعناع. هادي صاحبتي قالت لي بغات تحلي ما بغاتش تاكل، شي قالت لك تاخذ الفريد واش جابت لنا واحد الفريد دار لها فيه واحد البودرة، ما بقات شيبس ما بقات فريد، كون خلاها غير بطيطة عادي بطعم الفريد، كون خلاها غير بطيطة بالملحة. المهم انا منعت بعدا تناكل شاورما، قالك لك بغات بطيطة مشات تفلسف زادت لنا فيها اضافات. تو ناكلو عاد نوضو نكملو اليوم لان ماشي ويكاند، المور خاوي مع لان كاين المدارس. شتو خاوي لا انت محمصه بزاف. حنا جينا نشوفو الذهب اختي، قالت لي صاحبتي هادي تشري لي شي حويجات الذهب الله يخلفها ليها، ما بغيتش نعزل حشمت كاع. قلت لها انتي وجودك بدوقك دوقي، ما علاش على دوقك هي شوف اللي جات منك. هاتي الحمصات راه عندي الكورميطات الحمصات خصني نماتشيها، ما تبقاش بوحدها هكا قرعه. هانتي ها العوينه
قل أعوذ برب الناس. زعما على الحسد. البنات ها نحن نغادر المول. هذا بدات يعمر. لا كاكر عندي كاكر اللي تنقيل تنعكا ولي زنب لي انايا بداك الكلوص داك كاكاوات. مازال البنات الحال سخون في السعوديه، مازال الصيف. انا اختي خرجت، انا هزه الشيكان هزه يا صاحبتي مسكينه مهزه معايا حتى هي مضربه تماره. ولاني زوين المول صراحه، زوين خاوي هكا حسن من الويكاند. اللي بغيت تقدا في خاطرو صراحه هي بحال هاد الوقيته. يلا انا نشد الطريق ان شاء الله نكمل لكم التصوير. الطريق ديالنا كتسد في خويا ما يعطيوكش، واخا تكون ماشي واخا تكون الحافه الدردبي في الحافه ويزيروك. محمد الحبيبة دار مستشفى. وصلنا البنات، جبتني صاحبتي جبت للدراري ما ياكلوا. والله ما عذرك قلتي لي واش راجلك حتى هادو راه غاديين معانا. ما حافظاش الماتريكول باش نعرف واش طوموبيل. لا ولكن هذا عنده واحد التعليق، ها راجلي ما عندوش ديك التعليق. دابا نمشيو ما نعرف نشوفو معاهم الا يخليو عواطف تدخلني حتى الباب الثانيه. الا ما خلاوهاش خصني ننزل هنا وعندي الميكات اختي. السلام عليكم حبيباتي اختي، صافي رجعت للدار. يلا عشيت الدراري وداكشي وحنا جالسين اختي شي لازم نتفرجوا فشي حاجه نبدلوا الجو شويه، عاود تنقلبوا على الجزيره نشوفوا الاخبار. هادشي اللي تنشوفوا والله الا تيضر في الخاطر، ولكن ما في اليد حيل. الله يدير شي تاويل يا ربي لخوتنا ويدير لهم شي مخرج. هذا ما نقولوا، ما حنا راهي تنتفرجوا ما لقينا جهد. ايوا صافي نتمنى ان شاء الله هذا النهار ما صورتش بزاف، المهم التصوير قصير ولكن اي باش باش نبدا التصوير. ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو. ان شاء الله مازال نشارككم فيديوهات اخرى، لان كي قلت لكم راه ما عندي لا حوايج لا حتى شي حاجه، فمازال خصني نخرج نشري بزاف د الحوايج ناقصيني. فنحاول فاش نخرج نشوبي ديما نصور لكم نشارك معكم الخروج. عارفه اغلب البنات يعجبهم الخروج والمولات وداك الشيء، فنحاول ان شاء الله نصور لي. وصافي لينا غنقول لكم الى اللقاء، نتلاقاو في فيديوهات مقبله ان شاء الله. نحييكم واحبكم في الله ومع السلامه.